السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية تقدر أنت تستخدمها بكل سهولة في الريفت، عبارة عن أن أنت تقدر تعمل مجسم للغرف. عايز تشوف الغرف في الثري دي، ممكن يقول لك فين الغرف اللي مكررة، ممكن الغرف اللي حد عمل لها ديليت. فلو جيت تبص كده اهوت، هيبدأ يجيب لك كل الغرف سواء في الفولدر بتاعك أو موجودة في لينك، ويقدر تقدر تعمل ديليت اور سوليد، تقدر تعمل كريت للسوليد، تقدر تقول له اعمل لي سبيس للروم ديت، وبدل ما تعملها فلور في رول لا هيتعمل كله المشروع مرة واحدة. تقدر تعمل ديليت لأي غرفة انت عايزها، ففيها إمكانية أكتر من الموضوع إن انت تعمل سكادول. ممكن تقول له اعملها لي في 3D، فتقدر إن انت تشوف الغرف بتاعتك في 3D زي كده. ودي على فكرة مهمة جدا، خصوصا لو انت بتشتغل في الفاسيلتي مانجمنت، فتبقى شايف الغرف، لان ممكن تحصل مشكلة ان في غرفة مثلا ملمسة مع غرفة بسبب الحوايط وهكذا. فأداة جميلة، الميزة انها مجانية، تقدر ان انت تسطبها ببلاش من غير ما تدفع فلوس خالص. تمام، وإن شاء الله تعجبك بإذن الله.